مرحب مرحب يا هلال. اول حاجه نحتاجو كاس ديال الزيت، كاس ديال النشا، كاس ديال السكر، جوج بيضات، وساشي ديال الفاني، و 250 غرام ديال الزبده. من بعد نبداو نضيفو المكونات شويه بشويه، نضيفو الزبده مع السكر ونحاولوا نخدموها مزيان. من بعد نزيدو شويه، نزيدو ديك كاس ديال الزيت وبيطات وساشي ديال لافاني ونخدموهم شويه مزيان. من بعد نزيدو النشا، والطحين كيبقى على حساب الخليط، تبقى تزيد شويه بشويه حتى تجمع لك العجينه مزيان. انا هنا خدت لي حتى 400 حتى 500 غرام هكذا. من بعد ما تجمعنا العجينه ما تمتم كنبداو نكوروا فيها. يمكن لكم تعملوها بحال هذا الشكل هذا، ولا تعملوها على شكل هلال، حتى هو حتى هكذاك مزيان. انا اكتفيت غير هكذا وصافي. وندخلوها الفران على درجه حراره 180 وبقاو عينوا عليها لان كطيب دغيا. هنا من بعد ما طابت غادي نزينها انا بالشوكولات وشويه ديال اللوز فيلي وصافي. كان هذا هو الشكل النهائي، كنتمنى تعجبكم وتجربوها. وكما العاده ما تنساوش لايك وشير وسبسكرايب، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.